ناس كتير بتسأل انت وصلت للمرحلة دي ازاي. انا من كم يوم في البرنامج جبت صورتك لما كنت في المقاولين، وجبت صورتك اللي هي فيها بتاع الاربع الاربع صوابع ده الصورة الجميلة. انت وصلت لده ازاي؟ زي ما قلت لك في الاول ان هو انا بحس انا عايز انجح وعايز انجح قوي، فانا بقعد ادخل اقرا وادخل احاول اتعلم ايه اللي ممكن يخليني احسن، ازاي احسن في شكل هنا، ازاي احسن في صورتي هنا، فعلى طول طول الوقت اللي هو عايز ابقى احسن. ف ده الحاجه اللي انا اقدر اقولها، يعني بحس ان انا طول الوقت عايز ابقى كويس، فبتمرن كتير، بشوف ايه اللي انا عايز ازوده هنا في جسمي او في اي مكان او هنا برضو، فده اللي الحاجه اللي بتخليني انجح. ايه طموحك؟ بص في ايه انت النهارده واصل؟ الاعظم والاغنى والاحلى كل حاجه والله، احلى عربيه، احلى بيت، احلى كل حاجه. كنت دايما ببص، لما ببص لنفسي زمان كنت وانا ماشي من المقاولين كنت بقول هدفي في الحياه ان انا ممكن اعمل حاجه ان هي تغير في الناس. ده كان هدفي في الحياه، فاتمنى ان انا اكون على الاقل شاركت بنسبه كبيره. الناس بدات تبقى جدا عندها طموح، والناس بدات تصدق ان هي تقدر تعمل اي حاجه، الحلم ممكن بالظبط. فاتمنى اكون انا وصلت لحاجه زي كده.